تنشاركوا اليوم في جمع ميكا في بادينة سبير جديد. يعني جينا مجموعة من الشباب والشابات ديال جمعية تهدي باش نشاركوا مجموعة من الفاعلين والفاعلات في مدينة سبير جديد، أول عملية ديال جمع الميكا اللي تنظم الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، اللي شملات يعني مدينة سبير جديد في الجنبات ديالها، يعني السوق ديال بير جديد والساكنة المجاورة إليه، أنها كانت تعاني من تكاثر هذا الميكا في الجنبات ديالها. اليوم قمنا بالجمع ديالها كيف ما تشوفوا، وهذا الميكا أنها يتم التدوير ديالها في يعني أحد المصانع اللي تدير إعادة تدوير الأكياس البلاستيك. البدائل اللي غتجي، ولكن البدائل تكون في متناول الجميع، ماشي ميكا كنت كنشرب 10 درهم ولا درهم، ودابا يجيبوا لي بديل ب 20 درهم ولا 10 درهم ويقول لك خاصك تكون. ايوا هذاك اللي في العالم القروي شنو نقولوا له؟ خاصك تجيب فلوس منين؟ اذا البدائل تكون في متناول، وخصوصا اخذ بعين الاعتبار الفقير والفقيره والعالم والهشاشه والفقر، وخصوصا نحن النساء، يعني الفقر مؤنث، النساء يكونوا متضررات. مبادره زيرو ميكا اللي هي مبادره وطنيه، ما نجمعش ميكا غير هنايا في بير جديد، غتجمع الميكا في شي تقريبا 100 بلاصات في المغرب اليوم والسبت والحد هذه السيمانه. الفكره من هذه المبادره هي اننا في شهر 7 غتمنع الميكا ديك الاكياس البلاستيكيه اللي كتعطى عند مول بيسري في السوق، غتمنع في المغرب. وبغينا اولا نجمعوا الميكا حيت الميكا كتوسخ البيئه، وثانيا نحسوا المواطنين باش يفهموا علاش غنمنعوا هاد الميكا وشنو هو البديل. غنمنعوها حيت هي عندها تاثير كثير على البيئه وعلى صحتنا، مثلا الا كان شي حولي ولا شي بقره غياكل الميكا غير سرطان، يقدر يموت منها ولكن حتى يقدر ياكلها، ومن بعد ذاك الميكا غنلقاو اثار ديالها في اللحم اللي حنا غناكلو، دونك داكشي تاثر على الصحه ديالنا في الاخر.